مشاهدينا بنتابع مع بعض عناوين صحافة يوم الجمعة، والنهاردة منورنا في الفقرة الأستاذ محمد دسوقي السكرتير باليوم السابع. صباح الخير يا اهلا فندم، وسهلا بك. إزاي؟ الحمد لله أخبارك صح، إيه؟ الحمد لله. إيه الأخبار عموما؟ أنت يعني يمكن النهاردة الخبر اللي أنت جاي بتتكلم فيه على طول هو كان موضوع نقابة بس الصحفيين. هو خبر الابرز. يمكن ساعات مش بحب اتكلم قدام الناس او نكتب عن حاجه لها علاقه بالصحفيين لانه ما تهمش الناس قوي او تحس ان هي شان خاص، لكن في الخبر ده تحديدا اللي هو يخص صدور حكم محكمه بوقف انتخابات نقابه الصحفيين، اعتقد انه يهم جموع كبيره جدا، مش بس علشان وقف الانتخابات ولكن لانه اعتقد دي الصياغه اللي هنشوفها في الفتره اللي جايه كتير قوي. اكيد. طب نبتدي نقرا الاخبار عموما بعد كده نرجع اتفضل. للخبر ده. نبدا على طول من الاهرام صفحه 1، توفيق اوضاع الكنائس غير المرخصه في انحاء الجمهوريه. قرأت الخبر التاني بقى، التحالفات الانتخابية تنهار. ده مش شروق. من الاهرام صفحه 3، في اليوم الثاني، في الاهرام صفحه 1 انا اسف، في اليوم الثاني لفتح ابواب الترشح غياب كامل للقوائم واعتماد 150 رمزا انتخابيا للشعب والشورى. في الدستور وفي الصفحة الأولى مطلوب من المجلس العسكري والقوى السياسية والأحزاب عقد اجتماع فوري لعودة الثقة إلى جهاز الشرطة. ومن الشروق صفحة 6، جورجي، من الصعب تحديد نوع الأسلحة في مواجهات ماسبيرو. المصري اليوم في الصفحة الأولى، سويسرا، إعادة الأموال المصرية المنهوبة تستغرق سنوات لكننا نحاول تسريعها. ومن المصري اليوم صفحة 1، للمرة الأولى في قتل المتظاهرين وضع مدير أمن بني سويف السابق و11 ضابطا تحت الإقامة الجبرية. من الدستور في صفحة 3، الخبر اللي كنا بنتكلم عنه، وقف انتخابات الصحفيين، في تصريح غريب جدا للنقيب السابق مكرم محمد أحمد بيقول فيه أنا النقيب الفعلي ولم أدعو للانتخابات وإجراءات المجلس غير شرعية. طيب، هو في خبرين ممكن ناخدهم مع بعض، هو توفيق اوضاع الكنائس غير المرخصه ومعاها تصريحات جورجي وهي من الصعب تحديد نوع الاسلحه طبعا في مواجهه. توفيق اوضاع الكنائس غير المرخصه في انحاء الجمهوريه ده تصريح على لسان وزير الاعلام اسامه هيكل نقلا عن المجلس العسكري او في بيان الاداره اللي بتدير شؤون الدوله دلوقتي. اعتقد انه خبر مفرح في وسط حاجات كتيره كئيبه ومحزنه، وخبر مفرح بيقول لك هو ليه نعمل الحاجات الصح بعد لازم ما تحصل كوارث؟ ليه مصر بتمشي او بتدار بهذا الوقت يعني بهذه الطريقه؟ انه لازم يبقى في مليونيه علشان المجلس يستجيب او اي وزاره تستجيب او الحكومه تستجيب، لازم يحصل دم ويحصل قتل ويحصل ذبحه علشان ننزل نعمل عملية جرد بسيطة جدا لدور العبادة أو الكنائس ونوفق أوضاع. الخبر ده بيتضمن شوية تفاصيل عن زيارة عصام شرف رئيس الوزراء ومعاه مدير فخر عبد النور إلى البابا لتعزيته، لكن موضوع التعزية هنا مش مهم. الأهم ما نقل على لسان بعض المصادر في الكنيسة أن اللقاء كان فاتر ولم يستغرق أكتر من ربع ساعة، ومفيش أي كلام حصل عن اي حاجه، ورفض البابا انه يتكلم عن احداث ماسبيرو، وكان عنده حجه بسيطه جدا وقال ان احنا هننتظر لما التحقيقات تقول ايه اللي هيحصل. وده ليه دلالاته الكبيره جدا، دلالاته فيما يخص اداء الدكتور عصام شرف نفسه، دلالاته فيما يخص غضب البابا وعدم رضاه عن اداء الحكومه وعن اداء فكره او التحقيق في اللي حصل قدام ماسبيرو. لكن الحدوته كلها عند كل الناس ملتبسه، مش هتبقى عند البابا بس، احنا كنا قدام كارثه. انا اعرف الناس لسه قاعده في البيوت ما خرجتش من شده الاكتئاب، لانه خلينا بص انه اللي حصل في ماسبيرو ازمته مش اللي حصل قدام المبنى ولا ازمته في الحادثه نفسها، ازمته في اللي احنا لو بصينا قدام شويه هنعرف انه مصر ممكن تولع بطلقه نار واحده ما نعرفش مين اللي ضاربها. واعتقد ان الناس كلها مستنيه، ما كانتش مستنيه مجلس عسكري شروح كتيره جدا في المؤتمر ولا من الحكومه شروح كتير، احنا مستنيين اجابه واحده وبسيطه وسهله، ومن حقنا على الناس اللي بتدير الدوله تقولها لنا مين الناس اللي بتنزل تضرب وتجري. صحيح، كل ما بيحصل حادثه ده السؤال اللي في كل حادثه عاوزين نعرف، هل في ناس تضرب وتجري ولا احنا فعلا وصلنا لدرجه ان احنا سهل علينا ندبح بعض؟ طيب، في اليوم الثاني لفتح ابواب الترشح غياب كامل للقوائم، ودي يمكن علامه استفهام كبيره قوي خصوصا مع المناداه الشديده جدا بالقوائم. طيب انا خلينا اضم لك عليه الخبر اللي قبليه على طول. تحالفات الانتخابيه تنهار، هم حته واحده. تحالفات الانتخابيه تنهار، الناس دي خونه، ما عنديش لفظ ممكن يكون لفظ قاسي، الناس دي خونه. من الاخر يا من الاخر، الناس دي خونه، وكل هذه الاحزاب لن ينسى لها التاريخ الموقف اللي هي فيه دلوقتي. بس المشكله ان في احزاب احنا احزاب قدام، لسه مكونه جديده وبينها بغض احزاب النظر، شباب، فدي كارثه. بغض النظر بغض النظر احنا قدام مجموعه من القيادات السياسيه او النخبه السياسيه في مصر، الناس حطت عليها امال كتيره جدا، او هم
اللي زرعوا هذه الامال في نفوس الناس في ان احنا هنتحالف وهنعمل حكومه انتخابات وهنخش بقوائم ائتلافيه ومفيش داعي للصراع والخناقه، مش احنا بنتخانق على مكاسب، لا احنا اشرف من كده وانقى من كده بكتير جدا. وتطلع تسمع شعر عنتره في انه احنا ثوريين وان من اجل مصر سوف نضحي، وكل واحد يتنازل شويه. وحينما جاء اول اختبار حقيقي، وانا مش عاوز اقول انه اختبار اصلا، ان احنا لسه قاعدين بنحط القوائم مع بعض، كله قال يلا نفسي بالمعنى الحقيقي، وطز بقى في مصر وطز في الناس وطز في الانتخابات. الحكايه تطورها كان تطور سخيف جدا، فكره انه يلا يا جماعه يا الاحزاب الليبراليه نعمل تحالف مع بعض علشان احنا خايفين من المد الاسلامي على ايه، على البعبع يعني هياكل الناس تمام. في النهايه. طب يلا يا اسلاميين احنا والليبراليين نعمل تحالف مع بعض عشان احنا خايفين من الفلول. طب انتوا وكانت خايفين تحالفات غريبة جدا منين؟ يعني خايف برضه الاخوان يعني مثلا منين؟ خايف من الفلول التحالفات اللي منين؟ خايف من الفلول ومنين؟ طول بقالنا 30 سنة بيقولون ان الحزب الوطني ملوش اي تواجد في الشارع. صحيح. تقصد ان هي عملية مربكة، كان كل واحد بيحاول يكسب منها اكتر من اللي حصل في التحالفات. ان التحالف الديمقراطي اللي كان بيلم الوفد والاخوان في تحالف زي ما انت بتقول غير مفهوم غير وغير معروف يعني وغير ما منطقي، ماشي. وكان بيضم حوالي 30 او 40 حزب اخر، انهار لانه الوفد قرر ينسحب بسبب خناقه على القوايم. ومش عاوز بس نطلع شعارات كبيره جدا يقول لك اصل هم رشحوا ناس من الفلول على القوايم، لا ده مش السبب الحقيقي. السبب الحقيقي انه في خلافات على القوايم، والسبب الحقيقي كمان انه باي منطق الاحزاب والتحالف انهار كمان، والاحزاب الليبراليه الباقيه تنسحب، لانه باي منطق هنرشح قايمه يبقى قايمه فيها ائتلاف ما بين مرشحين اخوان ومرشحين ليبراليين والاخوان مصرين على استخدام شعار الاسلام والحل؟ ما هو ده مش منطق. اعتقد انه الحاجات كلها اختلاف في الرؤية يعني. التحالف الثاني اللي كنا عليه اعقل واقوى اللي هم النخبه الليبراليه واليساريه اللي عملوا الكتله المصريه، انهار هو الاخر وانسحبت النهارده اول 6 احزاب وخمس احزاب اللي هو التحالف الشيوعي الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري وحزب المساواه، كل دول انسحبوا برضه بنفس طب الحجه التفرقات انه في دلوقتي بعض الناس هتؤدي لايه يا محمد؟ يعني خلينا بس دلوقتي نتكلم في المتوقع بالنسبه لهذه المرحله. دلوقتي احنا بنتكلم هتؤدي في للي كنا ترشح كلنا من خايفين منه، تفكك. انه بقى لنا يومين بيترشح على القوائم الفردي معظم الوجوه القديمه، مش عاوز اقول فلول ولا عاوز اقول استخدم اللفظ ده، لكن عاوز اقول الوجوه المعتاده انه معظم الوجوه القديمه اللي هي تمتلك من الخبره الانتخابيه وتمتلك من المال والتكرار زي ما انت عارف بيعلم وفي العصبيه والعائلات والكلام ده، انه ما اعتقدش ان في حد هيقدر يواجههم الفردين، واعتقد انه هتبقى الغلبه للاخوان والمجموعات او الاشخاص الفرديه اللي بيعتمدوا على عائلاتهم وعلى خبراتهم وعلى ما يمتلكونه من اموال. طيب سويسرا اعاده الاموال المصريه المنهوبه تستغرق سنوات لكننا نحاول تسريحها. الحقيقه الخبر ده او يعني التصريح ده انا بسمعه او كل احنا اسبوع بنسمعه تقريبا كل اسبوع، احنا خبر مقرر يعني اتكلمنا هنا فيه 6 مرات تقريبا. احنا بنتكلم عامل زي ديون مصر على فكره، احنا بنتكلم خبر ديون مصر كان بيسمعه كل شويه. 770 مليون فرنك مصر منهم ليها 410 مليون فرنك. ايوه اوكي، يعني في النهايه بنتكلم في لا شيء. طب لماذا يحتل هذا الخبر أهمية؟ هل هو إفلاس صحفي يعني ولا هل هو أقول لك إيه؟ علشان كلنا في فترة بعد 11 فبراير بعد سقوط حسني مبارك عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. كان في لا كان في شوية ناس بتعمل أوهام كده، في ناس زرعت وهم إن شاء الله مصر بكرة هتبقى جنة، والناس دي حسابها عند ربنا كبير جدا لأنها علت سقف الطموحات عند الناس وما فهمتش الناس إن إحنا محتاجين فترات طويلة جدا. من ضمن الحاجات إنه يلا إحنا عاملين لجنة يلا نطلع نجيب فلوس من بره ونيجي، اللي هو عاوزين نغازل الناس وخلاص، اللي هو ما فيش حد جه وقعد وماسك ورقه وقلم يا جماعه تعالوا نبص على التجارب الثانيه، لما حصل في اندونيسيا كذا او لما سقطت دوله كذا حصل انه الاموال دي استغرقت 20 سنه و15 سنه عشان ترجع. في مراحل، لكن احنا بنضحك على بعض، وفي حاله من التعمد اللف والدوران والجهل هتأدي بينا ان احنا كل يوم بنجري ورا خبر عارفين مصيره كويس جدا، ان احنا قدامنا 5 6 سنين على الاقل عشان نشوف. يعني ده هيتحول الى خبر من الاخبار اللي هي بيقولوا اللي هي لازم نشوفها كده كل يوم الصبح ونعمل كده ونبص الناحيه الثانيه. ايقونه بالظبط زي بتاع الديون، تسديد ديون مصر كده. طيب خلينا نروح على للمره الاولى في قتل المتظاهرين وضع مدير امن بني سويف و11 ضابطا تحت الاقامه الجبريه النهارده. يعني هم قتلوا المتهمين في بني سويف قتلوا 17 زيهم زي اللي حصل في العلويه وزي الشرقيه، لكن اعتقد انه ده من ضمن الاخبار المفرحه اللي ممكن اكيد تبص عليها في وسط بس في اكتوبر الثانيه. كمان ما اعتقدش انه مهم جدا بالناس هم تحديد اقامتهم او تحديد الاقامه الجبريه بمعنى ايه، قد ما مهم الناس ان هي وماذا بعد الموضوع ما يطولش لمده 2 3 سنين. بالظبط وماذا بعد. الخبر بقى اللي احنا عايزين يمكن نتكلم عنه بشكل موسع، وهو طبعا
كلنا كنا مستنيين انتخابات نقابة الصحفيين وأول انتخابات تقام بعد الثورة، ووجوه لم نألفها على الإطلاق على الساحة الصحفية والإعلامية حتى في البيوت حتى. فعايزين نعرف بقى ايه اللي حصل. خليني أقول لك ليه الخبر ده مهم بالنسبة للناس، لأنه برضو بيقرأ لك المشهد اللي جاي من بعيد، إن كل الانتخابات اللي جاية هتبقى لعبة الطعون فيها هي الشعار الأشهر والشعار الأعظم. وإحنا عارفين إن القانون في مصر ما شاء الله المحامين بتوعنا شطار أوي في الحاجات دي، في اللف والدوران عندنا ثغرات كتير وعندنا تفاصيل كتير جدا هتؤدي لتعطيل كتير من الانتخابات. وأعتقد انتخابات مجلس الشعب الجاية ممكن تشهد، ممكن نجيب بقى الناس بتوع مساعد جينوس ونقعد بقى جنبهم ونسجل أعلى معدل للطعون. اللي حصل في نقابة الصحفيين، إحنا كنا قدام انتخابات هيستيريا، الناس المفروض النهاردة راحة تفرح، الصحفيين ما بتلموش غير اليوم ده. فجأة الساعة 3 العصر اللي هو في التوقيت اللي هو توقيت مثالي جدا، اللي هو ما يقدرش محامي النقابة يتحرك يقدم استشكال، خلاص انتهى الخميس وخلاص خلصنا على كده. توقيت مثالي جدا، لا ما فيش انتخابات خلاص، احنا اسفين. الحكاية باختصار انه احد المرشحين في مجلس النقابة، اعتقد اسمه خالد العاطفي، اعتقد هذا الاسم ما كنتش غلطان، تقدم بطلب للمحكمة بوقف الانتخابات لعدم انه الشخص الذي دعا الانتخابات غير ذو صفة، لانه النقيب المكرم محمد احمد استقال بعد ما المحكمة اسقطت القانون 100 خلاص ده الموضوع، وادى ذلك الى بطلان المجلس. فبالتالي بقى في نقيب صحفيين بالانابة هو عبد المقصود. ففي النهاية انه هذا الشخص الذي دعا غير ذو صفة، بالتالي مفيش انتخابات. فبالتالي قدامنا حلين، اما احنا ننتظر الى الميعاد الرسمي في مارس القادم، او ان يبقى في لجنه مشكله من رئيس محكمه وزير الاعلام وكذا كذا كذا، اللجان اللطيفه دي، وندعو الانتخابات في غضون 15 يوم الجاني. طب واسال معلش معلش اسف، يعني هو لما تمت الدعوه لهذه الانتخابات هو ما كانش حد واخد باله من هذه السؤال ممكن؟ انا اقول لك حاجه ثانيه، انت قدامك رقم هستيري جدا عباره عن 104 مرشح في هذه الانتخابات، فيهم بنسبة سيدات 12 اعتقد، سيدات فيهم سيدات في بغض النظر يعني عن بغض النظر عن تكوينهم، لكن في النهايه انت قدام 104 دول بقالهم شهر بيشتغلوا وبيصرفوا وبيدعوا وبيعملوا حملات، والناس كلها مستنيه المجلس الجديد اللي بعد الثوره او المجلس الصحفيين بعد الثوره. واعتقد انه من رفع هذه القضيه واللي تخيل في لحظه انه بيعمل لمصلحه النقابه ومصلحه العالم غلطان، لانه اعتقد ان المجلس اللي كان هيبقى موجود ده بالانتخاب وفي اول مره انتخابات بعيده عن اي تدخلات كان هيبقى له دور مهم جدا في اعاده ضبط زوايا الميديا اللي موجوده في مصر والصحافه اللي موجوده في مصر، واعاده صياغه مفهوم نقابه الصحفيين من مجرد نقابه الناس بتقعد في الدور الثامن بتاعها الى نقابه لها تاثير حقيقي ولها جهد حقيقي او لها كلمه فوق الناس اللي بيهرتلوا دلوقتي على الساحه. اعتقد الموضوع مهم جدا ولازم نفرد له هنا فقره كامله في نهارك سعيد، وممكن حضرتك تشرفها طبعا، واعتقد كل الصحفيين المدارين من هذا الموضوع يا ريت ينورونا في الاستوديو نتكلم على هذا الموضوع بشكل موسع، نتكلم اكتر على هذه الانتخابات وايه اللي جاي فعلا، لان زي ما احنا قلنا تاني ان لو كان الكلام مؤخرا وكان يمكن في الاسبوع اللي فات تحديدا على الاعلام والممارسات اللي كانت مش مقبوله من بعض الجهات، اعتقد ان حان الوقت لاعاده دور نقابه الصحفيين اللي كان لها دور مهم جدا ويجب ان تستعيد هذا الدور حتى لو كانت بالانتخابات لو كانت مش في ميعادها يعني. ولا انت مش متفق معايا؟ متفق جدا. محمد السويقي نشكرك شكرا جزيلا. ألف شكر. ومشاهدينا هنروح لفاصل ونكمل بقية فقرات نهارك سعيد. صباح الخير.